إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الأمر وله النهي، فعال لما يريد. ونشهد أن سيدنا محمد سيد مخلوقات الله، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأتباعك إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يخبرنا ربنا أنه أنزل الذكر أي القرآن والسنة والإسلام، وأن حفظه على الله، وهذا ما نراه جليا، لأن البعض يظن إن نحن نزلنا الذكر يربطه بالقرآن فقط، لم يقل إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون، بل قال الذكر. والذكر أعم وأشمل. الناظر إلى مجتمعنا الآن يجد أن الأمة الإسلامية في اضطراب شديد، اضطراب عنيف، أمواج متلاطمة، ما من دولة إسلامية إلا وفيها اضطرابات. فمن الخطأ، كل الخطأ، أن يرجع ذلك إلى الدين وإلى النصوص وإلى المنهج، ولكنها سنة الحياة، سنة الحياة، صعود وهبوط وصعود، قوة ضعف ضعف قوة. قالها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هو الذي خلقكم من ضعف ثم من بعد ضعف قوة ثم من بعد قوة ضعفا وشيبة، ولكن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الإسلام محفوظ، لا يظنن أحد أن الإسلام في خطر عنيف، وأن هذا الدين وهذا المنهج معرض للضياع. كلا، فقد مر على الإسلام إلى الآن أكثر من 1400 عام، ومع ذلك لن يضيع ولم يضيع. مرت عليه فترات شديدة عنيفة مزلزلة، أولها عقب وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبمجرد أن تولى سيدنا أبو بكر الصديق الخلافة إذا بالقبائل الإسلامية، بالقبائل التي دخلت في الإسلام، بعضها يخرج منعا للزكاة وبعضها يكفر، بل بعضها يقوم وراء نبي كاذب. ما هذا؟ أول اختبار وأول محنة تحدث للإسلام بعد وفاة سيدنا رسول الله. طب وفي أثناء سيدنا رسول الله كانت غزوة الخندق، وما أدرانا ما غزوة الخندق،
تجمع العرب أكثر من 10,000 كافر ومشرك يحيطون بالمدينة ويتفقون مع اليهود على أن يدخلوا من أعلاها، حتى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلس ويغطي وجهه من شدة الهم والغم. وهل ضاع الإسلام؟ لم يضع الإسلام. تفرق الأحزاب، وكان آخر حرب ضد الإسلام في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال سيدنا رسول الله الآن نغزوهم ولا يغزونا. ومرت وانتشر الإسلام في ربوع الجزيرة، بل إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت أمر بجيش بقيادة أسامة بن زيد إلى تخوم الشام فلسطين. توفي سيدنا رسول الله فجاءت حروب الردة مزلزلة، معظم القبائل خرجت من الإسلام، والبعض منع الزكاة، والبعض تبع نبيا كاذبا. فإذا بأبي بكر الصديق يسير الجيش في وقت واحد، ومرت تلك الغمة وما هي إلا سنوات حتى قامت فتنة الكبرى بين سيدنا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وبين معاوية بن أبي سفيان، وضاع فيها الكثير، المسلمون يحاربون بعضهم بعضا، ولكنها مرت وفتحت البلاد ودخل الناس في دين الله أفواجا. ثم يفاجأ العالم الإسلامي بالهجمات بعد ذلك، الصليبية تدخل إلى كل مكان، فإذا بنا تمر علينا أيضا. ثم يفاجأ العالم كله بأشرس جيش وأشرس وباء، ألا وهو الهجوم التتاري. اجتاح كل من في أمامه، دخلوا البلاد الإسلامية، قتلوا الملايين في ذلك الوقت، دمروا الثقافات، مسحوا المدارس العلمية، هدموا الحضارة ومظاهرها. التتار من أشرس البدو، كانوا لا يدخلون مكانا إلا ويمسحوا فيه الحياة، بل مظاهر الحضارة أصلا. حتى أنهم عندما دخلوا بغداد كانت قوائم الخيل تغوص في الدماء، وده عمدوا إلى مكتبة بغداد أعظم مكتبة، فجعلوا الكتب جسرا يعبرون عليه في دجلة والفرات. ما هذا؟ إنها أشرس هجمة على البشرية، ولكنها مرت، مرت، وانطلق الإسلام، لأنها حضارة مؤسسة على واقع وليس خرافات، لأنها حضارة محفوظة بحفظ الله تعالى. ثم بعد ذلك يأتي الوباء العظيم. وما هو الوباء العظيم؟ الوباء العظيم كان اجتياح مرض الطاعون في فترة من الفترات، ثم كوليرا في فترة أخرى، اجتاحت حتى أن كان الميراث يوزع في اليوم الواحد على 17 بيتا، اجتاح. ومع ذلك صمدت الأمة وصمدت الحضارة الإسلامية
وانتشرت وزاعت، فلا يظنن احد ان ما يحدث الان في العراق وسوريا وفلسطين وليبيا واليمن وغيرها من البلاد أن هذا إيذانا بزوال الأمة، أو أن هذه الحضارة فيها خلل. لا وألف لا، فلا توجد حضارة يتمتع كل أفرادها بتفكير سليم، لكن التمتع يكون في المعظم في الغالب الأعم. فالبعض يقول الآن أليس الموجود الآن هو الغالب العام؟ يقول لا، ليس الغالب الأعم. فإذا ما حسبنا عدد سكان تلك الدول التي بها اضطرابات لن يتعدى 100 مليون. دولة إسلامية مثل أندونيسيا فيها أكثر من 150 مليون، نيجيريا أكثر من 120 مليون مسلم، مصر 100 مليون، ندخل على 100 مليون. فيقول بعض نحن في اضطرابات، نحن لسنا في اضطرابات، ولله الحمد والفضل والمنة والعظمة وله الشكر على ما حباه لنا. نحن في بعض المناوشات، لكن الحمد لله الذي نجانا من هذا، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، له الحمد وله المنة وله الفضل. فيجب أن نثق في حضارتنا، إن الحضارة الإسلامية مؤسسة على دعائم ثابتة، تلك الدعائم تقوم على المشترك بين البشر. ايه هو المشترك بين البشر؟ العقل. العقل هو الحكم بين البشر، لم تقم على خرافة، لم تقم على ادعاء، بل قامت على احترام العقل. وقد ذكر القرآن العقل في آيات كثيرة، بل ختم كثير من الآيات. أفلا يعقلون؟ أفلا يتدبرون؟ إذن هناك عمود أساسي وهو الحكم بين الكل، ألا وهو العقل. فقد احترم الإسلام العقل واحترم المنطق. ثم هناك أمر آخر، ألا وهو احترام الاختلافات. هناك عنوان كبير بين علماء الأمة، اختلاف الأئمة رحمة بالأمة. بعض يقول لا ده اختلاف الأئمة بيفرق، نقول هذا لا يفرق. اختلاف الأئمة في الاتجاهات، اختلاف الأئمة في الآراء، اختلاف الأئمة في الأحكام، رحمة بالأمة. لماذا؟ لأن الناس مختلفين، مختلفين في ألسنتهم، لغات متعددة، في أشكالهم، هناك الأبيض والأسود والأسمر والأصفر والأحمر وإلى غير ذلك، مختلفين في أنماط الحياة، مختلفين في الشخصيات، مختلفين فيما يحبه كل واحد أو يفضله أو يكرهه، مختلفين. فجاءت الحضارة الإسلامية واحترمت هذا الاختلاف، ولم تجبر أفرادها على أن يكونوا شيئا واحدا، وده من أهم أسباب القوة. وتلك الأسباب، من الذي احترم ذلك الاختلاف؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بشيئين عظيمين، هي أشياء كثيرة، ولكن للحفاظ على الأمة وثقافة الأمة وشخصية الأمة أمرين من أهم الأمور. الأمر الأول أنه أقر بأن هناك أكثر من رأي للفعل الواحد والاثنين صح. فسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فانطلق الصحابة مسرعين، وما هو إلا وقت وكادت الشمس أن تغرب، فاختلف الصحابة وهم ماشيين. البعض قال الشمس تريد سوف تغرب فسوف يضيع وقت العصر، وإنما كان غرض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النص أن نسرع، فنحن سوف ندرك الوقت في وقته. فقال الآخرون: لا، بل هو أمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بألا نصلي العصر إلا في بني قريظة، حتى لو غابت الشمس، حتى لو نزل الليل. إذا مختلفين، ناس صلوا ناس ما صلوش، ناس سمعوا الكلام وناس ما سمعوش الكلام، ده الواضح. إذن هناك أحدهما خاطئ، طالما اثنين متناقضين يبقى واحد صح واحد غلط. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرض القضية عليه، فصمت سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه يقول أن للحق أوجه متعددة، وإنما هي تتبع الأفهام والتفكير، فمن صلى راعى النص بأن الصلاة على مواقيتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومن لم يصلي تبع النص ما جاءكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الإسلام احترم العقل ونواتج العقل، هذا أولا. ثانيا، أن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد درب الصحابة على الاجتهاد والاستنباط، فلم يحتكر هو ولم يجعل الاجتهاد أو الاستنباط حكرا عليه. سيدنا عمرو بن العاص كان أمير على جيش في غزوة، وكان الجو شديد البرودة فأصبح محتلما، والاحتلام هل هو أمر سري ولا أمر شائع؟ هو أمر سري. فتيمم وصل، فعندما تيمم والماء موجود، متى نتيمم؟ عند فقد الماء، عند فقد الماء، الماء موجود فتيمم. فسألوا الصحابة: لماذا تتيمم؟ لا، ده هو ممكن يشمم في الخيمة بتاعته ومحدش شايفه، ده خرج وتيمم عامدا قاصدا أمام الصحابة. فسألوه: لماذا تتيمم والماء موجود؟ فقال: إني أصبحت جنبا فتيممت. قالوا: فاغتسل. فقال: لا. فلما أن وصلى بالناس إماما، فلما أن عادوا ذهبوا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشتكون. فسيدنا رسول الله جه لعمرو بن العاص قال له: تعالى يا عمرو، هل أصبحت جنبا وتيممت ولم تغتسل؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: لماذا؟ قال: الجو كان شديد البرودة وخفت على نفسي.
اهو ده حاجه ما عملهاش النبي، ده من اجتهاد سيدنا عمرو. فتبسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ده معنته ايه؟ معنته ايذان بان المسلمين يجتهدوا في تنفيذ النصوص وتوليد العلوم، بل في داخل الصلاة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبينما هو يصلي فقام من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، فإذا بأحد الصحابة خلفه يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مبارك فيه ملء السماوات وملء الأرض. طب الكلام ده سيدنا النبي قاله؟ لا، وداخل الصلاة سيدنا رسول الله قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا هو النص. طب هل قال سيدنا رسول الله هذا؟ لا. يبقى الصحابي ما صلى زي ما سيدنا رسول الله صلى. فسيدنا رسول الله بعد ما انتهى وبصوت عالي وسيدنا النبي سمعه قال من قال هذا آنفا؟ مين اللي قال الكلام الزيادة ده؟ فالصحابي خاف اتكسف ان هو يقول انا، فسيدنا النبي ادرك فقال لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها. فقال انا يا رسول الله. ما هذا؟ ده إقرار من سيدنا النبي لفعل الصحابة إن هناك أمور تزيد فيها وأنت حر، حرية الحركة حتى داخل الصلاة، حتى داخل الصلاة. ودي تلك هي الأسس التي قامت عليها الحضارة الإسلامية، فنتجت المذاهب الإسلامية المتعددة. المذهب الحنفي، الشافعي، المالكي، الحنبلي، الظاهري وغيرها من المذاهب الكثير، وسعت على الناس فكانت فرجة، وسعت المدارك، وسعت العقول، تركت للعقل فرصة يسبح فيها فيبدع ويخرج أعظم ما فيه. حضارتنا قوية، ديننا متين، فلا نخاف ولا نقلق، وإنما يحدث وسوف يحدث، حدث أكثر منه آلاف المرات، ولكن قوة الحضارة ومتانتها وأصولها الثابتة إنما هي ضاربة في الأرض، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ادعوا الله لكم وقلنا بالإجابة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيجب علينا ألا يتلبس علينا أن اختلاف الأئمة هو سبب هذا الشتات الموجود الآن. لا، قولة حق أريد بها باطل، وهي قولة باطل أصلا. اختلاف الأئمة رحمة بالأمة، رحمة، لأن كل واحد لا يستطيع أن يفعل كل شيء أو أن يسير على مذهب محدد بكل حذافيره. فأما نحن، فالبعض يقول طب إحنا لا إحنا شافعية وإحنا عارفين إن إحنا ملكية ولا إحنا أبلة. لا، الالتزام بالمذهب وأحكام يقول على العالم المتخصص في المذهب، أما كل الناس فهي على دين مفتيهم. يعني ايه على دين مفتيهم؟ يعني انت وقعت في مشكلة
أو ارتكبت عمل معين لا تعلم إذا كان حلال ولا حرام، أو تريد أن تعمل عملا وصحتك أو طبيعتك مش عارف تعمل إيه، فذهبت إلى مفتي أيا كان مذهبه وأيا كان رأيه فخذها واعمل بيه. المشكلة عندنا إن البعض ياخد الرأي يروح أولا يذهب الواحد منا إلى المظهر، واحد من رب دقنه شكله منور صوته حلو في المنبر على القبلة خطب خطبة جميلة واتكلم كلام حلو يروح يسأله في دينه، غلط غلط. لماذا؟ لأن السؤال في الدين يكون من عالم الفقه، ما احنا عندنا علوم متعددة وكل علم كل واحد متخصص فيه، في علوم الفقه التي تتعلق بالأحكام، أحكام البشر في كل حاجة سواء كانت في عبادات في معاملات في أحوال شخصية في غير ذلك متخصصين. ربما هذا العالم لا يستطيع أن يؤم الناس لأنه ليس بقارئ للقرآن، وربما لا يستطيع أن يخطب الجمعة، وربما لا يستطيع أن يلقي درسا، ولكنه فقيه عالم بحر فهامة في أحكام الخلق. فلا نذهب لمن حسن كلامه ولا لمن حسن صوته، ولكن نذهب للمتخصص. فإذا قال البعض ومن المتخصص؟ دار الإفتاء المصرية، دار متخصصة جمعت الفقهاء فقهاء المذاهب على ودرست الواقع ثم خرجت بأحكام يسير عليها القاصي والداني. فإن لم تستطع أن تذهب إليها فاستعمل وسائل العصر، الاتصال بالتليفون أو الإيميل على الإنترنت، اجهد نفسك من أجل أن تحصل نتيجة إيجابية في حياتك، لا تستسهل وتسأل أي أحد فيدمر حياتك ويدمر بيتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم أعز الإسلام وأذل المشركين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم اطفئ الحرائق والحروب يا رب العالمين، اللهم انقذ البشرية من هذا البلاء، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعلنا من عبادك السعداء. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.